نروح للشارع نشوف رأي الناس إيه في الاستغلال العاطفي، ونرجع تاني لضيفتنا. لا، هو كان في واحد صاحبي حد استغله عاطفيا وبتاع، واستفزه في فلوس وكده. يعني هو كان بيحب واحده والكلام ده كله، هي خدت فلوسه وخدت حاجته واتجوزت واحد غيره. استغلال عاطفي مش بس بيكون من قبل زي بارتنر او كده، ممكن يكون من الاهل، من الاصدقاء، من اي حد هو مش دايركت قوي معاكي في الهدف اللي هو عايزه، مفيش جولز محدده معاكي في دي. لا، هو عامه الحالات كلها بتتعرض على السوشيال ميديا، على صفحات دعم نفسي وصفحات المشاكل يعني وكده. بس امال حد قريب مني؟ ما اعتقدش. كان خطيبتي، كان مامتها كانت مسيطرة عليها جامد قوي، فكانت بتستغلني علشان ادفع فلوس كتير. اللي انا كنت مرتبط بيها بقالي 7 سنين، مش حدة استغلال، بس اللي انا كنت مضيع كل فلوسي عشان. اكيد طبعا اتعرضت لاكتر من موقف، وشفت اكيد طبعا المجتمع مليان حاجات كتيره جدا فيها استغلال عاطفي، سواء من اصدقاء، سواء من حبيبه، سواء من اي حاجه. انا عم بحكيك اكيد عن تجربه، يعني طبيعي اكيد حصلت كتير وبتحصل بالمجتمع، اذا مش انا اولادي جيراني، فهذا الشيء عم بيصير للاسف بسبب الظروف اللي نحن فيها. واحد صاحبي مثلا كان بيحب واحده، كان بيحبها جدا يعني وبتاع، وكان ناوي يتقدم لها وكده، وهي كان الكلام ان هو موافقه وقايله لمامتها عليه وبتاع، وموافقه. جه بعد كده بقى ابتدت تطلب منه فلوس كل شويه، هما لسه اصلا ما ارتبطوش او اتخطبوا او اي حاجه. بيبقى مثلا حد بيستغل حب حد ليه، بيحاول ان هو يكسب منه على اكبر مكسب لحقه لنفسه، وبعدين التاني بيتصدم. يحدد الشخص اللي قدام منه، مش يديله كل حاجه، لان في ناس بتاخد اكتر من مساحتها، ف بتاخد اكتر من وضعها. والله على حسب الهدف، يعني الهدف هو بيخلي اي حد ممكن يعمل كده، ممكن يكون اصلا شخص مش مستغل عاطفيا اصلا، بس هو الهدف بتاعه خليه ممكن يعمل اي حاجه عشان يكون كده. لا، هو المفروض ان هو يبعد، يعني المفروض ان يشوف ان في استغلال حاجه زي كده يبعد. دي ما فيهاش تعامل، دي يبقى مني بقى ومن ربنا. هي ما رضيتش بحاجه زي كده واستغلتني لحد ما صرفت كل فلوسي عليها، وفي الاخر راحت لحد غيري، ملهاش تعامل. والله الانسان الاول يتصرف بالتصرفات اللي هي بالاصول الاول، وبعد كده بيبدا ان هو ينهي اي علاقه. يستغله هو، يبادله كما تدين تدان، يعني يشتغل معه هيك ما يعرفه، ويصير هو يستغله لمصلحته. يعني هو اسلم حل في الموضوع ده التجاهل، اللي هو ان انت مثلا تستغلتيني عشان بحبه كده، لا انا هتجاهلك وبطل احبك احسن. وقف علاقتك بيه وربنا هياخد لك حقك منه. هي الست اللي بتستغل وفي رجاله. انا شايفه بنسبه كبيره ان الرجاله معانا كذا حد كده، بس يعني هما اللي بيستغلونا عاطفيا. ايوه، انا شايف برضو اللي بيستغلوا عاطفيا اكتر الرجال. انا شايف الرجاله بتستغل عاطفيا اكتر بصراحه، من غير مبالغه، هو الستات. الستات دايما الست بتفكر انه انا بدي اعيش مثل رفيقتي وجارتي وخالتي والغيره، فهي الغيره مش موجوده عند الرجال، يعني الرجال قليل ما يغاروا من بعضهم، بس الستات بيغاروا من بعضهم تقريبا. انه ممكن اعتقد نسبه 50% ل 50%، سواء من الرجاله او من الستات. اللي هو عامه هي بتبقى مش هتفرق راجل او ست، بتبقى على حسب التربيه. ايا كان نوع الاستغلال، مش متعلق بجنس سواء راجل او ست، هو دايما متعلق بالتركيبه والنشأه بتاعت الانسان.